السلام على القاسم بن الحسن بن علي المضروب هامته المسلوب لامته، حين نادى الحسين عمه فجلى عليه عمه كالصقر وهو يفحص برجله التراب، والحسين يقول بعدا لقوم قتلوك، ومن خصمهم يوم القيامة جدك وأبوك. أعزائنا المنعمين بحب الحسين، نبقى وإياكم مع المتسابق الحسيني الرادود الواعد سجاد علي عبد الأمير الشمري من فريق القاسم عليه السلام، وهو يهيج ذكرى المولى القاسم عليه السلام بأسماعنا لقصيدته الحسينية المؤلمة شلون أنساك للشاعر المرحوم جبار البنا الكربلائي، التي قرأها الرادود الحسيني المرحوم حمزة الزغير، تقبلهما الباري وحشرهما مع من خدما. حضر قصيدة شلون أنساك للرادود حمزة الزغير الشاعر خادم الحسين جبار البنا. حبيتها لأن كلامها حلو وإحساسها وأداء إن شاء الله أنا أقدر له. أحب أقرأ القصائد القديمة والجديدة. فريق القاسم ضاف لي إضافات إنه الأداء وكيف يعني أشير وأتعلم وأعيش ويا القصيدة وإحساسي. إن شئتم أن نبتدئ فصلوا صلاة تليق بمحمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نادت زينب الحرة لكن تجذب الون، شلون اهنا بشراب الماي وحسين ينحيرامن، شلون انساك شلون انساك الماي شلون اشربك شلون انساك شلون انساك شلون الماي شلون اشربك الماي شلون اشربك شلون اشرب ويا ضوق الماي وحسيني جيت العطشة حسيني المورد دلالي من شفت على التربة الماي شلون اشربنه بارك الله الماي شلون انسى شلون على شباب شلون الماي الماي شلون اشربنه. الرادود حمزة الصغير الشاعر المرحوم خادم الحسين جبار البنا للرادود المرحوم خادم الحسين حمزة الصغير. أحسنت بارك الله أحسنت بارك الله طيب الله أفاسك يستاهل فر الصلوات ترها. الله صل على محمد وآل محمد. أحسنت يا حبيبي بالتوفيق إن شاء الله بارك الله. نبدي مع ملا جليل تفضل عمي أبو حبيبي محسن. سجاد بارك الله بيك بارك الله بيك بارك الله بيك الله طبعا ذكرتني بشيء خل أقوله لك. كم سنة عمرك؟ أني؟ أي 13 إن شاء الله 13. أنا عمري يمكن 13 12 سنة. صدقني كنت أريد أقرأ للجمهور ما أقدر أوقف قدام الجمهور. الله يوفقك. كان أكو شاعر توفى رحمة الله عليه رحمة الله هذا كان يوقف قدامي أنا أختل وراء وأقرأ
اي والله. فانت ما شاء الله عليك، الله يحفظك، شجاع، عندك قدرة. طبعا ذاك الشاعر كان من الملائكة تراها. اي تصور اي لا خدمة حسين ما بيها مستحى ان شاء الله. لا ان شاء الله، لان مولى جليل ما يوقف الا برا الملائكة. اي فبارك الله بيك، الله يحفظك ويدور لك. بس ارتباك لا يصير عندك عمو ابد، لا تخاف، خليك مسلطن على القصيدة، خليك بهدوء، قرأتها حلو، بارك الله، الله بيك، أدائك كان جميل. أنا ما عندي ملاحظة يعني شيئا أقولك فيه. أنت إن شاء الله يريد لك تمرين أكثر، يريد لك قراءات أكثر، إن شاء الله. يريد إن شاء الله من أعزائنا أحبابنا فريق القاسم بن الحسن هذول الأساتذة إن شاء الله تسمع كلامهم، ولك إن شاء الله الموفقية المستمرة. أحسنتم. إلا قبل أن نكمل مع لجنة التحكيم نستمع للقصيدة الأصلية بصوت المرحوم حمزة الصغير رضوان الله عليه. أحسنت. نادت زينب الحرة لكن تجدي بالون، شلون هنا بشوارع بالماي وحسين ينحرم، شلون اشرب واضوق الماي وحسين ينكيت العطش، حسين الماء رد اللالي من شفت فضل من العمار. طيب الله أنفاسك يا حبيبي يا مولى سجاد، وأحسنت وجزاك الله خير جزاء المحسنين. تحتاج إلى تركيز بسيط على قفلات الجمل. القفلات دائما الرادود وبعض الرواديد الأكارم إخوتنا خدمة الحسين ينحرج مع إيقاع اللطم، فتراه يحذف حرفا أو حرفين من نهاية الجملة، واحنا نريد كل كلمة وكل حرف يوصل إلى الجمهور، القصيدة توصل من الألف إلى الياء بكل كلماتها وبكل معانيها وبكل تجلياتها. حتى أنت تعطيني هاي المضامين، مضامين القصيدة لازم تكون أكثر تركيز وأكثر حزم على أداء الكلمات الكاملة. قد سمعنا يمكن أو سمعوا الأخوة الأعزاء بعض نهايات الجمل، نهايات مقطوعة، حرف رايح من عتها أو حرفين، الون الو. سمعنا المرحوم ولا حمزة رحمة الله عليه، وجذيب الونه طلعها ونه، بس لما أسمع سجاد يقول على إيقاع اللطم الون ون، هذه القطوعات في نهاية الجمل لازم نركز عليها، حتى لو كان إيقاع اللطم سريع بويا، حتى لو كان الجمهور يلطم وياك وانت تريد تلحق حتى تلطم وياهم على الإيقاع، انت تقود اللطم، مو اللطم هو اللي يقودك. بارك الله فيك، اسأل الله لك التوفيق بحق محمد والي. احسنت مولى عمار. دكتور عندك ملاحظة اخرى؟ احسنت حبيبي مولى سجاد، طيب الله نفسك. ما عندي اي ملاحظة، بس هو كان حاصل على المركز الرابع وبدرجة 75 في المرحلة السابقة. وباعتبار ملا علي ذكر الزهراء سلام الله عليه، فريد نسمع شوية من عنده مال عزيز الزهراء. تذكرت الزهراء. سمعنا مقطع من عزيز الزهراء. وين أخذتنا دكتور؟ بعد هي أنت ذكرت الزهراء سلام الله عليه. أي نعم. وإحنا بشهر محرم. سلام الله عليك يا أبو عبد الله. أي إن يوم الحسين، قال مولانا الإمام الرضا، إن يوم الحسين أقرح جفوننا. وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلاء. أوف أوف يا محرم. أنا هذه القصيدة مسميها القصيدة اليتيمة،
لا على البال ولا على الخاطر دكتور. وأول ما قرأتها بالكويت قرأتها في الحسينية الكربلائية، ومن نظم الشاعر المخلص الأديب الأستاذ السيد سعد الذبحاوي، و أبدا ما كنت متوقع حتى، لأن عندي إذن أقولها حتى يبين أنه لطف الزهراء سلام الله عليها كانت على الشاعر وليس أنا المسكين العبد الفقير الحقير الذليل. لذلك السيدة ماتين الله يذكره بالخير أبو مصطفى كان يقول أنه ولا أنا على بالي أنه بهذه الطريقة وتوصل لهذه المرحلة. ومن بعد 4 سنين قراءتي في الحسين الكربلائي الرسول الأعظم في الكويت يعني أخذت مجالها والبعض سمعوها. قتيل العبرة قتيل العبرة قتيل العبرة قتيل العبرة عزيز الزهرة عزيز الزهرة حسن يا مولا يا مولا يا مولا حسن يا مولا يا مولا يا مولا حسن يا مولا يا مولا حسن يا مولا يا مولا يا مولا حبيب الغالي اشق دلالي منو اللي غيره منو اللي غيره عزيز الزهرة عزيز الزهرة حسن يا مولا يا مولا يا مولا حسن يا مولا 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 اه طبيب جروحي سكنت بروحي طبيب جروحي سكنت بروحي اشد بالذكرى اشد بالذكرى عزيز الزهرة عزيز الزهرة حسن يا مولا يا مولا يا مولا حسن يا مولا أحسنت معذرتك أحسنت. مع كل الاعتذار النار شعلت دكتور ترى أنا ما ولا على بالي أحسنت بالتوفيق يا حبيبي يا سجاد. أهلا بكم مرة أخرى أيها الكرام، حواري ولقائي مع الرادود الحسيني المبدع ملا سجاد الشمري. السلام عليكم ملا. وعليكم السلام. رحم الله أجوركم يا رب التوفيق الدائم. رحم الله وديك الله يسلمك ملا. تحس نفسك أديت أداء زين للقصيدة؟ إن شاء الله. طيب استفاديت من لحظات المحكمين وشون كانت الاستفادة بالضبط يعني؟ استفاديت أنه مخارج الحروف قليلة عندي. جميل. وإن شاء الله كل التوفيق القادم.